انا اعرف ان جهاز حمايه المستهلك انه لما انشئ واتعمل انه المفروض هيعمل ايه. انا مثلا اشتريت غساله، اشتريت ثلاجه طلع فيها حاجه مش مظبوطه، والشركه اللي انا اشتريت منها ما بتتجاوبش معايا انها تصلحها او انها تعمل. فكنا بنتكلم مين؟ جهاز حمايه المستهلك، وهو بيقدر يجيب لنا حقنا سواء بيرجعها من ناخد واحده تانيه وده. من ساعه ما السوق بقى ابتدى يحصل فيه اللخبطه والاسعار ابتدت عماله تطلع وتنزل، تلاقي اغلب الناس تقول لك ايه؟ فين جهاز حمايه المستهلك؟ هو اسمه جهاز حمايه المستهلك. طيب هل جهاز حمايه المستهلك عنده من الاليات انه انا لو جيت قلت لك على فكره يا فندم الراجل ده بيبيع كرتونه البيض ب 200 جنيه وهي سعرها مفروض انه بيتقال بكذا، انت عندك القدره ان انت تحوله لحاجه او تعمل حاجه؟ يعني اشرح لي الحته دي. بص حضرتك، خلينا نتكلم احنا في اقتصاديات السوق، زي ما الكلمه يمكن الناس ما بتحبهاش قوي، لكن ده الواقع الفعلي. بمعنى ايه؟ ان هي العمليه عرض وطلب. ده معناها ان الدوله تقف مكتوفه الايد الايدي وما تعملش حاجه؟ طبعا الكلام ده مش سليم. بمعنى ايه؟ ان هي عرض وطلب، طالما السلعه متوفره واكتر من الطلب عليها يبقى الطبيعي انها يحصل فيها استقرار في السعر بتاعها. طب اللي بيحصل في السوق دلوقتي ايه؟ احنا بنلاقي التجار فجاه كده كل يوم بيغلوا الاسعار. طب عنده اي مبرر؟ في بعض الاوقات بيبقى فيه مبررات، سواء تغيير سعر العمله، ايا كان المحروقات بتزيد، ايا كان من الاسباب، بتبقى بنسبه. هل النسبه اللي بيجي بعد كده التاجر يرفع بيها السعر هل هي مناسبه للسعر اللي زاد او للتعويم اللي حصل؟ لا. بنلاقي الواقع وبنشوفه في العربيات، بنشوفه في الاجهزه الكهربائيه، بنشوفه حتى في الاكل العادي بتاعنا، الشرب والاكل، ان الناس بتزود في الاسعار بثلاث واربع اضعاف. صحيح. يعني لو جينا في مثلا، عشان بس بدي مثل كبير عشان نعرف نحسبه او نشوفه، السيارات والاجهزه الكهربائيه. السيارات والاجهزه الكهربائيه كانت بسعر، ولما حصل التعويم لو قلنا حتى ان التعويم كان الضعف او الثلاث اضعاف، هم ضربوا في ست اضعاف. فتلاقي السعر اللي كان ب 200,000 جنيه، ده غير الاوفر برايس، اللي كان ب 200,000 جنيه بقت بمليون جنيه. طب ازاي وصلت لكده؟ تعالوا نحسب. طب المكون الدولاري فيها يمثل قد ايه؟ لا يمثل 40% فاحسن عربيه او اكبرها عربيه موجوده في مصر. يبقى اذا المفروض ان السعر حتى ما يزيدش الخمس اضعاف اللي هم عملوه، لا ده المفروض ان هو يزيد بنسبه صغيره جدا من العدد المرات اللي هو زاد. طب ممكن اقول لك بقى حاجه في النقطه في العربيات تحديدا او عامه في السوق، لما تيجي تكلم تاجر يقول لك ايه؟ لا ما هو انا مش عارف هجيب بديله بالظبط، هجيب الدولار تاني بكام علشان اقدر، فانا بعمل التامين بتاعي في السعر العالي ده عشان لو الدولار سعره اتغير. بص يا فندم، احنا كده مش بنشتغل تجاره، كده بنشتغل نصب. ما هو ده اللي بيتقال. ما هو بقول لحضرتك ده اسمه نصب. ليه بقى اسمه نصب؟ بقى في الكهرباء وفي العربيات وفي الهدوم وفي كل حاجه. هقول لحضرتك على حاجه، هل راس المال بضاعه ولا فلوس؟ لما جه يبتدي المشروع بتاعه حط فلوس ولا حط بضاعه؟ حط فلوس. حط فلوس. الفلوس دي 10 مليون جنيه، ما ينفعش انه يصحى الصبح يلاقي ال 10 مليون جنيه راس المال بتاعه اللي هو محطتهم في بضاعه بقوا ب 20 مليون جنيه ويبقوا 30 مليون جنيه. ده اسمه سرقه، ده اسمه جزء بيثري على حساب الاخرين والباقي بيفضل زي ما هو اصحاب المرتبات بقى، ومن ايا كان درجتهم من اول الدرجات العليا لغايه الدرجات الدنيا مرتبات فقط، فبالتالي هو الوحيد اللي حس بهذا التغيير في السوق او التعويم، والتجار ما حسوش بيها. ليه؟ لان هو الصبح كان امبارح كان عنده راس ماله 10 مليون، الصبح لقاهم 30 مليون جنيه. ده مش حاجه اسمها في تجاره، ده ما اسموش تجاره ولا اسمها بزنس. طب في الحاله دي ايه الاجراء اللي المفروض يتاخد ضده من جهاز حمايه المستهلك؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه، ما لازم نبقى فاهمين ليه حمايه المستهلك ما بقتش بقوتها اللي موجوده بره في العالم. ليه؟ لازم نحط السؤال ده ونحطه قدام عينينا. ما فيش دوله لوحدها او اجهزه حكوميه لوحدها هتشتغل وهتجيب نتيجه 100%. هتجيب نتيجه بدرجه ما، هتعمل استقرار في السوق، هتنسق الدنيا، ولكن المستهلك عليه دور كبير جدا. بيعمل ايه؟ المستهلك رقم واحد ان هو يبقى عنده وعي. يعني ايه وعي؟ يعني عارف لما انا بيتنصب عليا بعمل ايه؟ بتصل بحمايه المستهلك على ارقام ايه واقدر اتعامل معاهم ازاي؟ ايه المستندات؟ كتير جدا الناس بتتصل بحمايه المستهلك وما بتاخدش حقها. ليه؟ ليه بقى؟ لان هو ما خدش فاتوره، ما عرفش يثبت السعر اللي هو بيتكلم فيه، ما عرفش يعمل حاجات كتيره جدا القانون المفروض بيقول له. طب انا لو عملت لك كل الحاجات اللي مطلوبه وكلمتك قلت لك يا فندم في حمايه المستهلك انا جيت بشتري بوتاجاز، ثلاجه، يعني مش هقول لك بقى عربيات، سيب للي قادر يشتري عربيات، بوتاجاز، ثلاجه، تكييف، مروحه، حضرتك عارف الاسعار وصلت لكام؟ وتفاوت الاسعار على يعني 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 ده، وجبت لك كل المستندات وقلت لك يا فندم ده كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ خليني اقول لحضرتك تاني،
قوه المستهلك المستهين بيها، هو نفسه مش حاسس بقوته. اظن احنا في المقاطعات في الفتره الاخيره شركات كثيره جدا اتاثرت بالمقاطعه اللي عملها المستهلك. المقاطعه دي خلت بعض المالتي ناشونال تقفل في مصر، خلت شركات تقفل فروع كثيره جدا وتقلص هذه الفروع. لا، دور المستهلك قوي مع الدوله، مع دور الدوله. ما بنقولش الدوله معلش دور، لا، الدوله عليها دور ودور قوي. وفي الاضافه للمستهلك اللي احنا الوعي اللي كان عندنا وقلنا لا احنا هنقطع دي عشان اخواتنا في فلسطين، وفي الحاله دي اثرت على الشركه، اكيد لما ناخد هذا الموقف ضد الحاجات اللي نقدر نستغنى عليها، في حاجات ضروريه ما نقدرش نستغنى عنها، وهنا الدوله بتخش بوسيله تانية انها بتوفرها في اماكن بيع المستهلك، سواء كانت جمعيات تعاونيه او استهلاكيه او عن طريق قوات مسلحه منافذ البيع بتاعتها او قوات الشرطه برضه بتعرضها عن طريق المنافذ. حضرتك لسه قايل ان جهاز حمايه المستهلك ما بقاش بقوته زي الاول.